الى السيادة المشير والوزراء وجميع احزاب مصر النظرة الى مناطق الشعبية. شباب المناطق الشعبية بتموت والمصعب بتموت والمصعب بتموت وهيطلعوا عليكم، هيطلعوا على الناس اللي معاها فلوس هيموتوهم. والمصعب المناطق الشعبية ما معاها فلوس، الشباب اللي زينا مش لاقيه تتجوز. يا عم ارحمونا يا عم، مش عاوزين حاجة، عاوزين حقنا، عاوزين الناس دي تتحاكم زي ما احنا اتحاكمنا. احنا اتحاكمنا تاني يوم 7 شهور ومش عارفين يحاكموهم على ايه، مش عارف تحاكمهم على ايه، مش عارف تحاكمهم عندهم 60,000 قضية. يا راجل ارحمونا يا راجل، ده احنا بنموت. شباب الاحياء الشعبية تاني مرة بتموت، ولا مجلس الشعب بينفعنا، ولا مجلس الشورى بينفعنا، ولا حد بيجيب لنا حاجة. والشباب الشعبية كلها تعبانة والله، السيدة عيسى وشبرا الخيمة والمرج الدنيا كلها تعبانة، ومصر والله كلها تعبانة. والنبي النظرة، والنبي النظرة، المشير الباشا وسعادة الدكتور عصام شرف اللي احنا جبناه من الميدان، الدكتور عصام شرف اللي احنا جبناه من الميدان، احنا لغاية دلوقتي يا استاذ خسرانين من الثورة، خسرنا شغلنا، خسرنا اهلنا، مش لاقيين ناكل، مش لاقيين نصرف على عيالنا. عيالنا لما بتموت جوه، لما بتموت جوه هننزل نسرق؟ هتوصلنا لدرجة ان احنا ننزل نسرق؟ يا راجل حرام. انزل المناطق الشعبية بنفسك وشوف، انزل المناطق الشعبية بنفسك وشوف، شوف الشباب قاعد على القهاوي قد ايه، شوف القهاوي قاعد، الشباب قاعد على القهاوي قد ايه. تعبنا 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 منكو، تعبنا من كل مسك البلد ديت. يا عم تعبنا يا عم. المحاكم العسكرية ايه؟ سعادة المشير من ساعة ما مسك المحكمة العسكرية حاكم لي 12,000 واحد، أنا واحد منهم، 8 شهور 12,000 واحد تحكمهم يا راجل. ناس كلها أحكام عرفية كلها. وشكرا لسعادتك السفارة السعودية حبيب حسني مبارك. برضه بقول لك إيه؟ واحد من ضمن المظلومين. السفارة السعودية إن شاء الله هنحقق الحلم عشان هي دست العالمين، دست على الشعب المصري في السعودية، وهنجيب حقها، هنجيب حق الناس اللي دست عليهم في السعودية، هنجيب حقهم من السفارة دي. مصر كلها عارفة تجاوب مع ملاها ورا 7 سنين ظلم في ظلم. الصفم المباحث واخدها عاملين له الصفم سلمينه للجيش ورا 5 سنين. الجيش بيزن. ده الجيش والشرطة بتزن زي ايه؟ مشاكل حالة غير الصورة ما عملتش أي حاجة. بوجه كلمة، بوجه كلمة لسيادة المشير طنطاوي، حضرتك دلوقتي ايه الفايدة من انك تحاكم المدنيين عسكريا؟ ومبارك واعوانه بيتحاكموا مدني، على الاقل مساواة. احنا عايزين عدالة. غلاء الاسعار ليه؟ بيغلى الاسعار على الناس الغلابة ليه؟ مفيش حاجة اتعملت بتاعت الثورة وعندنا عدالة اجتماعية. دلوقتي احنا المفروض طالبنا من اول يوم في الثورة عدالة، عيش، كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. فين الكرامة المصري؟ السفارة الاسرائيلية فين الكرامة؟ نمرة 2 فين العدالة الاجتماعية؟ فين المساواة في الأجور؟ فين الحد الأدنى للأجور؟ فين؟ فين غلاء الأسعار؟ أنا في منطقة شعبية الناس بتاكل من الزبالة. فين؟ إحنا يعني البلد رايحة فين يا مشير؟ يا سيادة المشير البلد رايحة على فين؟ فهمونا. ده من النظام بتاعكم. النظام رجع كما كان أيام مبارك. ما هو النظام مبارك. هو مبارك. هو مبارك. ورجع على أسوأ من أيام مبارك. أسوأ من مكان. مبارك شكرا. مبارك.